عندي بروفة ولازم أجهز نفسي ليها. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. أهلا بيكم، عندي بروفة بعد شوية مع فرقة عشان في حفلة هنعملها، فأنا هوريكم دلوقتي أنا بجهز إيه معايا وأنا رايح البروفة. يلا مع بعض. أول حاجة طبعا الجيتارات اللي أنا هاخدها معايا، فأنا هاخد معايا الجيتار الإلكتريك لأن هيبقى أغلب شغلي بالإلكتريك، فلازم الشنطة بتاعتي اللي أحافظ عليه فيها. مش هنسى الحزام طبعا، وإلا مش هقدر أعلق الجيتار. تاني جيتار هاخده هيبقى الكلاسيك، فهاخد الجيتار الكلاسيك معايا. طبعا هيبقى الكترو لاني محتاج ان الجيتار يتوصل بامبليفاير. نمرة اتنين الامبليفاير اللي انا هاخده معايا. لازم افصل الكهرباء. لازم انسى الكابل بتاعه، اركن انت على جنب هنا. الجهاز بتاع المالتي افكت بتاعي لان انا هغني، فهيبقى الصوت بتاعي لازم يطلع على البروسيسور اللي انا عاوزه عشان معادلة الاصوات وكده، فدوت هاخده معايا الجهاز دوت. كنت بتمرن في البيت فطبعا الجهاز متوصل بكل حاجة. اهم حاجة من الجهاز وصلت الكهرباء بتاعته. انا رحت مره حفله قبل كده في مدينه بعيده وفوجئت ان انا رحت بالجهاز بس نسيت وصله الكهرباء بتاعته، كانت مشكله. لازم اتخيل دلوقتي ان انا بوصل الجهاز بتاعي على الامبليفاير، فانا هحتاج ايه وانا بوصله على الامبليفاير؟ هحتاج كابل هيوصل من الجهاز للامبليفاير، فادي اول كابل هاخده معايا. تاني كابل هحتاجه هيبقى الكابل اللي واصل من الميكروفون لحد الجهاز نفسه، فالكابل التاني دوت اللي انا هو راكب فيه اوريدي الميكروفون بتاعي هاخده معايا. والميكروفون نفسه انا محتاجه، لا الكابل نمرة اتنين. محتاج كابل تالت اللي هيوصل بجيتاري يوصل بيه على المالتي افكت بتاعي، فادي الكابل التالت اللي انا هاخده. وادي الميكروفون. محتاج كمان مشترك كهرباء عشان هوصل الجهاز دوت، هوصله بيه وهوصل الامبليفاير بيه، فانا معرفش الحيطه هيبقى فيها الفيشه بعد قد ايه، فانا محتاج الجهاز دوت عشان يوصل لي الكهرباء للنقطه اللي انا عاوزها وقت ما انا هكون بغني، يعني الحته اللي انا بغني فيها. طيب انا كده اخدت كل حاجه معايا، شنطه صغيره احط فيها الميكروفون عشان ما يتخبطش، التراب ما يجيش عليه. طيب ايه ده، خلاص كده؟ اه حلو قوي كده. فانا عندي شنطه مخصصه للافكتس، الشنطه المخصصه للافكتس ديت ممكن احط فيها كابلات كمان لو انا عايز، وممكن ما احطش، يعني انا بختار ان انا احط او ما احطش، دي حاجه بتاعتي انا يعني. فانا من الممكن ان انا ارص الحاجه بتاعتي فيها هنا مثلا على الاقل الحاجات ديت، انا ممكن احطها كده. والشنطة ديت ليها غطا بيتقفل عليها، وبتبقى القاعدة بتاعت الشنطة ديت انا هحطها على الأرضية تحتية، فمش هتفرق كتير يعني. بتتقفل الشنطة وبتتشال كده، خلصت خلاص المشكلة. انا هاخد المشترك بتاعي في شنطة ثانية سوفت انا بخليها معايا. وعندي الجيتارات وعندي كل الكابلات اللي انا محتاجها هنا. انا ممكن كمان اخد معايا لو انا رايح حفله بقى، دي بروفه، فالبروفه دي انا متوقع ان زمايلي هناك اللي موجودين معاهم كابلات ومعاهم ستاند بتاع مايكروفون، يعني معاهم استعدادات برضو يعني، فانا مش هاخد الستاند معايا ومش هاخد كابلات احتياطي، لان لو كابل منهم لقيته مش شغال هناك ولا حاجه ممكن استلف كابل من واحد زميلي من الفرقه وكلهم معاهم كابلات يعني. لو انا موجود دلوقتي ورايح بحاجه دي حفله هاخد معايا من كل حاجة اتنين،
لان انا لو رحت الحفله ولقيت كابل مش شغال فانا عندي مشكله جامده، فلازم اخد من كل حاجه حاجه زياده احتياطي لعل ان انا ابقى مزنوق فيها هناك فاضطر ان انا استعمل كابل من الكابلات ديت اللي انا هضطر ان انا اوصله يعني. يلا نروح سوا. تبدا البروفه طبعا بيبقى في مكان يسع كل الالات، كل واحد طبعا بيجيب الامبليفايرات بتاعته والاجهزه بتاعته. ضبط الصوت بيبقى اشبه بحفله، فكل واحد بيقف في المكان اللي هو هيقف فيه. طبعا الاجهزه كلها الافكتات موجوده، كله جايب جيتاراته جايب الاجهزه بتاعته. حامل الورق دوت، ده بيبقى عليه النوت اللي كل الناس بتتفق عليها. يبقى اول نقطه نتكلم عليها دلوقتي ان يبقى الكل الفرقه متفقه على الشغل اللي هيشتغلوه بالورق. تاني حاجه، لو انت هتستعمل نوع معين من البدلات او من التاثيرات هاتها معاك في البروفه، وهات معاك الاجهزه بتاعتك والالات وانواع الجيتارات اللي انت هتستعملها في العرض عشان تتمرن عليها. التدريب في البروفات بقى طبعا بيبقى على القفل، ازاي تدخل اول الاغنيه وازاي تقفل الاغنيه، وازاي تتفقوا على كوردات معينه في الوسط كله بيشتغل عليها، نفس السيستم كله بيشتغل من نفس الموازير ونفس العدد ونفس النوته، دخول المطرب وخروج المطرب، انواع الجيتارات اللي بتستعمل. اوقات السولوهات. لو انت هتعزف وانت واقف يفضل انك تعمل البروبة وانت واقف برضو عشان تتمرن كأنك بالظبط في الحفلة. ما تنسوش تاخدوا معاكم كابلات مشتركات وحوامل كتيرة زيادة، لان ساعات ناس بتنسى حاجتها او حاجة بتبقى محتاجة في وسط الشغل. البند ده بيتمرن عشان حفلة خيرية هتتعمل، الناس دي ما بتشتغلش مع بعض كتير، هي حفلة واحدة في السنة، فبيقعدوا شهر قبلها يعملوا مثلا 4-5 بروفات بحيث ان الاغاني كلها معروفة والناس كلها عارفة الناس بتعمل ايه، وعندهم الورق بتاع الكوردات وبيشتغلوا عليه، فبيوصلوا ان هم يطلعوا النتيجة اللي هم عاوزينها. اهتموا بالفوكال، يعني مش المطرب بس او الليد سينجر، لازم تتمرن برضو على الناس اللي هتصاحب. صوت المصاحبات بتاعة الفوكال لازم يبقى مهم جدا في اي عرض محترف. طبعا في اي لحظه ممكن توقف البروفه وتقولوا اي تعليمات او اي حاجه انتوا هتتفقوا عليها بحيث ان العرض يطلع محكم والناس كلها تظن ان العمل ده تم دراسته كويس وان فعلا الفرقه اتمرنت. التيمبو او زمن الاغنيه نفسه الايقاعي ده مهم جدا انكم تظبطوه برضه في البروفه عشان يطلع بالظبط يوم العرض نفس التيمبو اللي انت بتحبه واللي انت اتفقتوا عليه واللي بيأكد ان المطرب ممكن يغني على التيمبو ده.
اشوفكم الحلقة الجاية.